الهيئة العامة للشباب ستطلق استراتيجية الشباب في 11 من أغسطس المقبل تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تزامنا مع احتفالات البلاد والعالم باليوم العالمي للشباب. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح أعرب عن الامتنان للرعاية السامية للقيادة السياسية للشباب، وأكد حول أعمال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة برئاسته أن هذا الاهتمام تجسد برعاية سمو أمير البلاد لحفل إطلاق استراتيجية الهيئة التي ستكون عنوانا لرؤيتها وخططها التنفيذية.